اهلا وسهلا خي رامي، انت معنا على الهواء، تفضل. سلام ونعمه يسوع المسيح، ربنا يباركك اخ نزار. حبيبي ربنا يباركك، اهلين اهلين اخ رامي. والاسيس نيكولا، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. اهلا وسهلا فيك. ما حطول. انا حبيبي، انا من عابرين من 10 سنوات. ربنا يباركك. الله يباركك. متعمد انا من 2014. قصه الحياه الابديه، انا بعمري ما تطرقت لهالموضوع الا انه انا حقابل يسوع المسيح في الحياه الابديه. هيدا هو ايماني. فانا يعني لازم واحد، اول شيء لازم واحد يعرف اكثر بالنسبه للحياه اللي وعدنا فيها الرب. ثاني شغله، بعد الموت الدفن يعني ما حيكون على الطريقه المسيحيه طبعا، حيدفنوا بالطريقه الاسلاميه مع اني انا عامل فيه. هلا هذا الشيء بياثر. وثاني شغله، عندي اختي انا كانت من يعني المتعصبين للاسلام، وكانت تصلي لي حتى الله يهديني ورجعني لعنده. هلا هي عم تسالني عن يسوع المسيح، فبدي صلى ربنا يوصل الرسالة لقلب الأخت. وبدي شو اللي يعني أهم شيء، أول شيء عرفها فيه بالإيمان المسيحي. شكرا خيي، بس شكرا كثير على مشاركتك. أمين حبيبي، ربنا يباركك يا أخ رامي، شكرا كثير. وإحنا هون في عنا فريق من الصلاة رح نسندك في الصلاة من أجل أختك، ومبروك عليك يسوع وربنا يباركك. يعني السؤال كان، استشفيت من الموضوع على طريقة الدفن، طريقة إسلامية مسيحية كذا، مع أنه كاتب وصية. وهي على فكرة كتير من أحبائنا العابرين في الدول العربية يعني eventually لازم يدفنوا على حسب صحيح. يعني الهاي، فشو يعني بكل اختصار بدي أقول أنه ماذا يفعلون بالجسد لا يهم، ماذا سيفعله هو في جسدنا هذا المهم، أنه سيقيمنا لنكون على شبه صورة مجده. يوسف لما مات في أرض مصر دفنوه، حنطوه على الطريقة المصرية. هذا لا يغير شيء، الدود حياكل التراب تبع المؤمن وتبع غير المؤمن والمصري والمسيحي والمسلم. واحد. اثنين، بالنسبة لأختك أنا أصلي لأجلها ولأجل خلاصها. أنا بدي أقول بالحقيقة، وهذا كلام مش مجاملة، عندي محبة كبيرة لأخوتنا المسلمين وكل الناس أيضا، لأنه كتار منهم عندهم غيرة لله وعندهم تقوى، لكن هيدا اللي عرفوه. يعني أحيانا كتار من أصدقائنا المسلمين بيتربوا على الخوف من دين المسيحيين وكتاب المسيحيين وإنجيل المسيحيين لكن صلاتي، وأنا ربنا أعطاني امتياز أني أربح الكثير منهم للمسيح، ومقصر تجاههم، لازم أربح أكثر، لكن منصلي لأجلهم أخي، مثل ما الرب فتح قلبك يفتح قلب الآخرين. يعني أنت حديثك عن بعض الأشياء المغلوطة في موضوع السماء أو الحياة الأبدية، كتير مثلا من حديثي مع أحباء المسلمين بفكروا أنه القبر هو كأنه نهاية كل شيء. فبخافوا من شيء ما يسمى عذاب القبر. مع أنه تذكرت أنه هذا جسد خلص بيتحلل، أهم شيء الروح. طبعاً. أخي، لحظة الإنسان يغمض عينيه في هذه الحياة، بقول بالكتاب فترجع الروح إلى الله الذي أعطاها، ويرجع التراب إلى التراب. بقصة لعازر والغني، الغني فتح عينيه فرأى نفسه في الهلاك. هي قصة عذاب القبر والصراط وكل هالكلام. يعني يا ولعازر في السماء، يعني هيدا أمور لا نؤمن بها لأنها غريبة عن كتابنا المقدس. ولكن كمان ذكر قال إنه هو بحب يعرف عن حياته الأبدية. وأنا بهنيك خيرام إنك قلت إنه بتحب تعرف كيف بدك تعيش هون، وهذا اللي قلناه في المقدمة، إنه كل الكتاب كتب ليعلمنا عن حياة البر والتقوى والإيمان والقداسة وإطاعة الله، والقليل عن السماء. ورح نحاول إنه نذكر هالقليل هذا.